بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في الدورة التعليمية لبرنامج الفوتوشوب الإصدار 12 أو CS5. نبدأ على بركة الله دروس الدورة مع أول درس. سنقدم لكم سلسلة تعليمية بإذن الله. أول درس في الفوتوشوب سنتعلم فيه التفضيلات وما يعرف ب بريفيرنس، وهي أهم حاجة، هي تعتبر من بين الأدوات الخاصة في التصميم. الحاجات لو ما عملتها سيكون البرنامج لديك تقيل شوية، ولكن أولا سنتطرق لها بحيث أن الوضع كامل. تضيع الوقت في إعدادات أو ما إلى ذلك، ستوفر وقت كثير فقط للتصميم، وذلك للتعرف على طرق للتسجيل إلى قائمة فايل. سنجد نيو وأوبن. ستجد أغلب الأزرار في الفوتوشوب، ستجد بجانبها زر الاختصار التالي، مثلا نضغط نيو. سنلاحظ هنا ظهور نيم الاسم بتاع، فيمكننا أن نعطيه اسم مثلا بريسيت. المقاسات الخاصة بالورق، يمكننا اختيار ورق سابقة الإعداد، مثلا الويب، صفحة خاصة بالويب 640×84. نلاحظ هنا الويب العرض والطول. هنا نلاحظ لاحظ هنا البيكسل، وهي أهم حاجة، الانشز اللي هي البوصة، وهي تساوي 2.5 سنتيمتر، السنتيمتر والمليمتر والبوينت ووحدات قياس أخرى. طبعا قبل أن ننشئ أي تصميم يجب أن نعرف القياس أولا. لو أنت مش عارف مقاس، مثلا عايز تصمم صورة، فاختار قياسات سابقة الإعداد أو انترناشونال بيبر أو ما يعرف بقياس E4. كما نلاحظ هنا للطباعة، إذا كنت ستعمل ورقة للطباعة، نلاحظ هنا الإعدادات كما هي، نلاحظ هنا رسالة إذا كنت ستطبع، أو يمكننا إدخال إعدادات خاصة. ونلاحظ هنا حجم الملف، أي وهو تعتمد على الريزوليوشن، كلما كانت الريزوليوشن أعلى كلما كانت الصورة أثقل. كما نلاحظ هنا البيكسل لكل انش. اختيارات الكالر RGB، RGB تستعمل للتصميم فقط، تصميم، واي ان التصميم سيبقى على الحاسوب او على الانترنت لن يطبع. اما اذا كنت ستقوم بالطباعة يجب ان تستعمل الخيار CMYK اذا كنت ستستعمل الطباعة. البيتس الخاصة بأن هنا كلما كان البيتس أكبر، نلاحظ أنها أكبر بالثمانية، جيدة أو مناسبة. نلاحظ هنا الار جي بي، المفروض أن على النت يجب أن تكون المساحة، مساحة العمل نلاحظ هنا 24×1. أما إذا استعمل النت يجب أن تكون المساحة قليلة لكي تظهر الصورة بسرعة ولا تسبب أي ثقل. لذلك نختار غالبا ما نستعمل Resolution 72 إذا كنا سنستعمله على الإنترنت، على النت أو فقط على الحاسوب وما إلى ذلك. هنا نختار الباكجراوند، يمكن أن تكون شفافة أو بيضاء أو أي لون باكجراوند كولر، أي ستكون لون الباكجراوند، أي لون الأسود. نختار هنا شفاف. هنا الأدفانسد، خيارات متقدمة، خيارات لن تنفع بشيء في الاعتماد على الخيارات. نلاحظ هنا نضغط موافق، فنلاحظ هنا أن نسبة الظهور هي 50%. يمكننا كتابة أي شيء، مثلا نختار فرشاة، نختار إعدادات الفرشاة، مثلا أي فرشاة من الفرش التالية، نكتب ما نريد. نعطي لون للخلفية هنا،
لكي تظهر لنا كتابة التي قمنا بكتابتها. نسحب التالي فوق كي يظهر. نلاحظ هنا ظهرت لنا الكتابة، لكن نسبة الظهور 50% فقط. لكي تظهر لنا الصورة بحجمها أو التصميم يظهر بحجم طبيعي، نقوم بالتكبير من هنا، نختار 100%، فنلاحظ أنه أصبح 100%، أي بالحجم الطبيعي له الذي سيعرض عند الحفظ. كما نلاحظ ذلك، يمكننا هنا التقليل لكي نرى تصميمنا بالحجم خاص، أو يمكننا إدخال نسبة معينة غير النسب المعتمدة، مثلا نختار 70%. نلاحظ هنا 70%، أي بالنسبة حددناها نحن. والآن نأتي وإياكم لنمكن أن نفتح أي صورة على الفوتوشوب. يمكننا ذلك بعدة طرق. نتجه إلى فايل ونختار أوبن، ثم نختار الصور التي نريد أن نقوم بجلبها، مثلا أي صورة نريد يمكننا جلبها إلى منطقة العمل الخاصة بنا. كما نلاحظ ذلك، يمكننا جلب أي صورة، لاحظ هنا أنه تم جلبها. كذلك يمكننا تصغير الصورة لنجذبها إلى تصميمنا، أو يمكننا جلب صورة بطريقة أخرى وذلك كما يلي. كما قلنا لكم الطريقة التالية التي تقوم بجلبها، أو عن طريق يكون نفتح مجلد الخاص بالصور لدينا الحاسوب، ويمكننا سحب الصورة مباشرة لتوضع فوق التصميم كما نلاحظ ذلك. ثم نختار الإعدادات التي نريد لها. بعد الانتهاء من إعدادات وما إلى ذلك، نضغط زر إنتر لتثبيت الصورة كما نلاحظ ذلك. نلاحظ هنا أن الصورة غير واضح، التصميم غير واضح، نعطيه 100% نلاحظه بحجمه الطبيعي كما نلاحظ ذلك. الآن نلاحظ الحجم الطبيعي للتصميم الخاص بنا. بعد ذلك يمكننا مثلا نقوم بفتح أكثر من صورة، مثلا أوبر ريسنت، نلاحظ هنا نفتح أكثر من صورة، نقوم بفتح الصور. نلاحظ هنا قمنا بفتح أكثر من صورة كما نلاحظ، لكن الصور غير مرتبة، هل سنبقى نرتب كل صورة لوحدها واحد؟ أمر متعب. لذلك نتجه إلى ويندوز، ثم نختار أرينج، أي ترتيب ويندوز، ثم نختار أرينج. بعد ذلك نختار فلاوت إن ويندو، أي ستصبح عائم الصور تصبح عائمة على الشكل التالي، أو رينج يمكننا جعلها تيل لنجعلها بالشكل التالي، وهو شكل جميل بحيث يلاحظ هنا تم رص الصور كان بعد كاملة بحيث تظهر لنا أغلب الصور. نلاحظ هنا، لكن يمكننا ترشيب أكثر، وذلك بالخيار التالي لنرجعها إلى الخيار الخاص بها، أي الخيار العادي، أو من خيارات التالية وهي اختصار للخيار الرينج، تم اختصاره هنا كما نلاحظ ذلك. مباشرة يمكن الترتيب على أي شكل من الأشكال التالية، نلاحظ هنا 2 1 1، أي من الترتيب التالية، أو 1 1 1 كما نلاحظ هنا. يمكننا كذلك يمكننا عدة خيارات تم، نلاحظ هنا يمكننا جعل الصور تحكم فيها، كما يمكننا جلب أي صورة للاشتغال عليها لوحدها وتكبيرها كما نلاحظ من هنا. لاحظوا الصورة أصبحت كما نلاحظ هنا عدة إعدادات في تش سكرين. سنلاحظ هنا عدة خيارات، يمكنك استعمال أي خيار يناسبك كما نلاحظ ذلك. هنا لإرجاع الحالة الطبيعية إلى أي صورة يمكننا اختيار. كذلك كما تعرفنا يمكننا التكبير، ماك زوم كما نلاحظ ذلك، لوت اول ويندوز، سنخرجهم على الشكل التالي، نلاحظ انهم اصبحوا تراتب في التسكرين لتقوم بالانضباط مع
الحجم الخاص. هنا كان لاحظ هنا عدة ترتيبات، هنا مثلا عرض 4 صور فقط كما نلاحظ ذلك. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا، نلتقي مع الدرس المقبل بإذن الله، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله.